40 سنين يقول لك كانت هنا محيطات. نيش نتنو نحيا نجناو نقرا في سيوا، نرحب قدون قدون في سيوا، ان شاء الله قد قضيم ايام حلوتين عندنا. For me, this is one of the most beautiful places here. Full of beautiful nature, full of nice people. So different than where I come from. Shelley, for me, the history of Shelley, and Shelley as an Galp Siwa. But for me, this is one of the most beautiful places. تمام تمام والله تفضل معانا الله يفتح عليك شكرا شكرا. واحد سيوة عدد سكانها حوالي 34,000 نسمة. المجتمع السيوي من ناحية الثقافة، من ناحية العادات والتقاليد، تراث، احنا لنا تراث معين بالنسبة للكبباني كزي، كل حاجة لها تقاليدها مختلفة عن أي مجتمع تاني. أنا ميسرة من سوريا، جيت على مصر في 2012 طبعاً بظروف الحرب. حملت نفسي وجيت على مطروح. في سيوة بتحس إنك في زمان مختلف. كل واحد بدور على حاجة مش عنده. قبل ما جيت مصر كنت عايشة في هولندا ممكن 15 سنة. هنا في سيوة أنت دايماً حاسي نفسك في وسط العيلة, like you are in the middle of a family. And this is something that in Holland, it is not there. I had breast cancer and I wanted to fix it or heal it without having surgery, without any drugs, just in natural ways. أول ما جيت سيوة وزيارة لسيوة طبعاً كانت أول مشوار ليا زيارة لسيوة، اتفاجئت في حاجة إنهم أمازيغ بيتكلموا ليهم لهجتهم الخاصة اللي هي اللغة الأمازيغية، وهي مشهورة على امتداد الشمال الأفريقي في كل الدول في أمازيغ، فكانت دي حاجة غريبة ويمكن هي حاجة من الحاجات اللي حببتني في سيوة برضه. حاولت أفهم لكن للأسف هو إيه؟ أنا في سوريا كنت من هواة الطبيعة دائماً، من هواة الصيد، فدائما مرتبط في الطبيعه، في البيئه، في الجبال، في السهول. والظروف اللي احنا فيها وخصوصا كسوريين كان في اولويات للسوريين بحيث انهم يسافروا لاوروبا ويصير عندهم جوازات، فعندي امكانيه انه اسافر، لكن اخترت انه افضل وين؟ في مصر، خصوصا بعد ما جيت على سيوة. ليش؟ لعب الفكرة بتاع المدرسة it came from 3 years ago. I started my project connecting groups. والفكرة دي يعني أنا كنت هنا في سيوة أول مرة ممكن من 5 سنين أو حاجة زي كده. أكيد سيوة بلد سياحية like a touristic destination. It is very important يعني الناس هم بتكلم إنجليزي, فعشان كده أنا I started with my project with the most important thing to start teach English. Teaching the children وفي نفس الوقت يعني هم على طول بتكلموا سيوي, فده something that they teach me at the same time. So
I think. And I think Siwi, يعني اللغة السيوية يعني خصوصا عشان هي مش مكتوبة, it's not a written language. So it is very important to conserve it. It really is like a very special part of the identity here in Siwa. مثلا نشأت في بيت بيكلم سيوي كله, والدي والدتي وجدتي بيكلموا سيوي, فغصبا عني بتكلم نفس اللغة السيوية. في البداية كنا ما كانش في تلفزيونات, كانت اللغة العربية بالنسبة لنا صعبة جدا. كان مثلا لما اجي اروح المدرسة سنة اولى مثلا ابتدائي ما كانش في حضانات ولا في الكلام ده, كنت لما تروح المدرسة المدرس بيعلمك العربي قبل ما يعلمك دراسة اصلا. Is very good for you. It's a very, very healthy for your body. And sometimes I come to the garden and I just eat straight out of the garden. After 5 years of coming back and forwards to Siwa, I get an idea in my mind that I want to build a special place in Siwa. Because during that 5 years, I found that I had breast cancer and I wanted to fix it or heal it without drugs, without being surgery, without having surgery, without any, just in natural ways. So I began that healing journey while I was coming back to Siwa. And then I decided that I wanted to build a place because I knew that if I bring my creativity out and I ground myself by building a project, that this would help me heal my cancer. And so I bought some land and I began to build this beautiful house, which is more than a house, it's like a healing center, because I want to help other people. Give them hope that cancer is not a death sentence. Mamsi holandeya o abuya men Colombia fana nosonos. Ana كنت قبل ما جيت مصر كنت عايشة في هولندا ممكن 15 سنة. في 2010 جيت أول مرة هنا في مصر و I fell in love with Egypt actually. لما أنا كنت عايشة هنا مع ماما. You have to make your life easy. Okay, we get a car. وفي الأول أكيد كانت حاجة غريبة يعني واحدة ست وبتسوق عربية وهنا في سيوة وكده. بس مع الوقت يعني حتى الناس they get used to it. And sometimes if they يعني لو ممكن الهريم هم عاوزين نروحوا مكان, sometimes they call me, Yuridia, can you bring me there? I go with them. So now it has been something. So now it is something normal to say it like. زمان كانت كلها محيطات المنطقة هذه, فاحنا تو بنجو بنتفرجوا عليها وناخذ السواح يجوا يحقوها ونسيبها في مطرحها, لأن هذه حاجة مش قاعد أخرى تو, سبحان الله حاجات متحجرة زي الشعب المرجانية وزي الفصل الأجبال برواحن تلقى فيه النحت من عوامل التعري من الريح من المطر. يعني سيوة في ناسها أولا حبيت الناس, طريقة تعامل الناس مع بعضها لسه على الفطرة القديمة, تمام, الناس بتحترم بعضها لسه الاحترام موجود. لما جينا هنا وبدأنا مشروعنا في المزرعة, طبعا أكيد في بناء حيحصل في المزرعة أو ديكورات أو أي حاجة لها علاقة في البيئة السيوية, فكان المبدأ من المشروع إنك تحافظ على التراث السيوي وعلى البساطة الموجودة فيه عشان تنجح. فاخترنا الأسلوب السيوي للبناء اللي هو عندهم بيسموه البناء بالكرشيف.
حاولت أعمل شيء مختلف، ما مجرد أنه مثلاً مكان في الليل وتولع نار أو تقعد أو تشرب، لا حبيت أعمل مكان مختلف. فحبيت أدخل في فكرة التري هاوسات اللي هي الأكواخ المعلقة أو الخيم الناتيف أمريكان تيبيز بيسموها، تمام، بحيث أني أعطي شوية تشكيل أو اختلاف شوي في سيوة. كلنا اتجهنا للخرسانات والطوب الابيض والطوب الاحمر وسبنا المباني بتاعتنا الاصليه القديمه. قليل دلوقتي اللي تلاقيه رجع بدا يبني تاني الحاجات دي. الاجانب ساعدونا في اننا نحافظ على المباني السيويه بالاخص، يعني لان كل الاجانب اللي جم عاشوا في سيوة حبوا المباني السيويه القديمه، فحبوا انهم يقلدوها لان هي بتحميهم من الحراره في البروده، كلها حاجات بيئية من الكرشيف والطين والفلق النخل، ومنظرها حتى شكليا حلو ومناسب مع بيئة سيوة. ساعدونا في انهم يحافظوا عليها لانهم حبوا الحاجات دي، فبدأوا يبنوا بيوتهم بالشكل ده. So the community, yes, is a where the women, you don't see the women unless you go to their homes. So most of the time I'm hanging out with men or foreigners that come in. There's plenty of female contact through visitors and some other women that live here. الأعشاب من هوايتي من زمان، ولقيت الحاجة دي في سيوة فعلا فيها كمية أعشاب رهيبة، والعطارة فيها شغالة ما شاء الله عليهم وفاهمين فيها. فمن نوع الأعشاب اللي بنزرعها هنا عندنا في المزرعة حاجة اسمها بيسموها اللويزا أو الليمون جراس أو حشيشة الليمون. من خصائص اللويزا الحلو في اللويزا إنها محتوية على مجموعة من العناصر والمواد والفيتامينات المفيدة في حالات البرد، في نزلات البرد مفيدة جدا للرئتين والفم. شراب مشهور في سيوة يعتبر من المشاريب مثل الشاي مثل القهوة، بس بشكل مستمر بيشربوه بشكل يومي، هو شاي الأخضر. Still it is a place like very far from the modern world. Yani, this was for me like the most beautiful thing that I could find here in Siwa, except for all the beautiful nature, of course. Yani, hena, you really feel something different. You really see that the culture of the people and especially also the language, that it is something unique that you will not see anywhere else in the world. And actually, for me, this is what makes Siwa, yani, a very, very special place. لو سيوة نظيفة فأنا عايش في مكان نظيف، يفترض ساعد كل الناس بحيث أنه تفضل سيوة كسيوة. A very special place full of beautiful nature. سيوة يعني أنا دايماً بيقول ما فيش مكان يعني زي هو ولا في مصر ولا ممكن في الدنيا كلها،